بسم الله الرحمن الرحيم غربتي حسن تاجر بمدينة احفير في يوم يوم الاربعاء 24/4/2018 تعرضنا لواحد الكارثه فيضان في هذا الحي اللي تسبب لنا في واحد الضياع كبير ديال ستوك ملحق تجاري اللي فيه واحد السلعه اللي حساسه وهي ماتله ديال النوم وأفرشة الى اخره وتعرضت لواحد واحد اتلاف كبير يعني اللي ما غاديش غادي يتعوض والسبب ديالو هاد الشركه اللي راها عندنا اللي راها تخ... اللي راها تخدم هذا الصرف الصحي هنا في مدينه احفير والاهمال اللي كبير وبزاف وما موجوداش مراقبه اللي كتبعها وغير غاديين يحفروا وجابوا لنا التراب هذا البيطون وحطوه لنا على اليمين وعلى الشمال وداكشي ما 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 كثير ومن اللي جا الماء ما جبرش من يفوق من يدوز ولا رجعنا للديور رجعنا للمحالات ومن اللي دخل دخل المحال دخل بواحد النسبه كبيره اللي تلف كل شيء ستوك تلف عن اخره اللي هو واحد ستوك اللي كيتقدر على الاقل ب دل 40 مليون ديال الدرهم 40 مليون مشات ضاعت عن اخرها والغريب في الامر واللي كنزيد نستغرب فيه هو ان رب مشروع ديال 11 11 مليار على ما ما سمعنا والمسؤولين ما عندهمش سميتو الرقم ديال المقر التجاري ديالهم ملي حاولنا باش باش نشكيو ونديروا الاجراءات القانونيه قال لك ما عندناش وبقينا تالفين وبقينا حايرين وبذلنا قصار وجهدنا باش وصلنا للرقم ديال ديال المقر المقر ديال ديال هذه الشركه ها. والان رانا نتعرضوا تعرضنا لواحد الالم لل... نفسي و, و... و... ومعنوي وتكرسنا ونسمحنا سمحنا في الخدمه ديالنا والان الان لجانا للقضاء ورانا نستناو نديروا الاجراءات ديالنا ونشوفوا هاد نشوفوا القضاء كنا نطلبوا منهم كمواطنين مغاربه وهما مسؤولين علينا كان من المفروض يجوا بعدا يشوفوا شوفوا حالتنا كي رانا واش واحد اللي رزقوا اللي تعذب عليه باش جمعوه وتعذب عليه وهما راهم يقول لك كنديروا التنميه البشريه وهما كيحاربوا التنميه البشريه بهذا التصرف اللي هاد المسؤولين ما كيجيوش عند عند المواطن ويراعي ويشوفوا يشوفوا المعاناه ديالو اللي بنادم رزقوا ضاع كامل وهما ما على بالهمش به يعني هاد الناس نطلبوا منهم باش على الاقل انا راني مشي الضحيه وراني نطلب من من, من القضاء ينصفني و ونشوفوا الناس اخرين اللي راهم ضايعين الا زدنا على هكذا راه كارثه في هاد في في البلاد وبالخصوص مدينه احفير اللي واش نقول لك قلتها ونعاود نقولها بهامات ما عندهاش اللي المسؤولين ما على بالهمش